إقبال ملحوظ في اليوم الأول الذي بدأت فيه مكاتب الهيئة القومية للبريد العمل كمنافذ لبيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة للمصريين، وسط أجواء من الأمل التي تظهر على وجوه البسطاء من المشترين. 1600 مكتب بريد بالمراكز والمدن والقرى الرئيسية بالجمهورية استعدوا منذ صباح اليوم لاستقبال المواطنين الراغبين في شراء الشهادات. دلوقتي الساعة لسه 9:30 الصبح، احنا عملنا فئة بعنا 27 شهادة فئة 1000 جنيه. حاليا لغاية دلوقتي احنا لسه الصبح وقت الساعة 11 في حدود 20-25 استمارة، يعني الحمد لله تقرب إلى مليون. يعني شهادة قناة السويس احنا بنعملها عشان خاطر مستقبل الأولاد إن شاء الله فيما بعد، يعني كمستقبل ليهم وكحماية في الوقت الحالي، يعني اللي احنا بنستثمر فلوسنا. كانت البنوك الأربعة صاحبة الحق في طرح شهادات القناة قد بدأت في بيعها منذ 10 أيام من خلال 1000 فرع لها بأعلى عائد في مصر وهو 12%، إلا أن بنك القاهرة قرر الاستعانة بمكاتب البريد لانتشارها الجغرافي الواسع لتسهيل عملية شراء الشهادات بجميع الفئات، وهو ما لاقى استحسانا من المواطنين. قريب جدا من بيتي وأحسن، البنك زحمة جدا، في جمهور كتير زحام البنوك أو عندهم حسابات في البريد بس، فتبقى حاجة سهلة بالنسبة لهم ان هم يجوا على البريد ويشتروا شهادات قناة السويس على طول. التعامل في البريد بالنسبة لهم ايسر كتير من تعامل بنك، حضرتك عارف بقى ضغط كتير وزحمة، هنا هم بيحسوا ان ده بيتهم وان ده اسرتهم البريدي. 40 مليار جنيه هي حصيلة بيع شهادات استثمار القناة منذ طرحها في البنوك، وهناك توقعات باستكمال 60 مليار جنيه، وهو الحد المطلوب لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق في القناة الجديدة خلال هذا الأسبوع بناء على معدلات البيع السابقة، خاصة مع زيادة منافذ البيع وتوافد المواطنين على الشراء. محمد سلامة، هنا العاصمة. والنهاردة وصلنا 49 مليار، وأنا بتكلم على البنوك وليس عن البريد. هنتصل بالسيد هشام رمز بعد قليل نعرف منه التفاصيل، لكن نبدأ بالبريد. والبريد الحقيقة أن الناس مهتمة جدا يعني كان في تكدس للناس طوابير على البريد، والنهاردة أيضا كان في طوابير ضخمة جدا على البنوك، يعني حاجة في إقبال عظيم جدا في كل الأحوال، سواء على البريد أو في 1600 مكتب بريد النهاردة طرح هذه الشهادات أو في البنوك. معنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ أحمد صلاح نائب رئيس هيئة البريد لقطاع الاستثمار. أستاذ أحمد مساء الخير، قول لنا بالظبط الأرقام عندكم إيه؟ هل أنتوا عندكم إجمالي ما تم بيعه النهاردة من شهادات ولا أرقام فقط؟ الحقيقة الأرقام كلها منوط بيها البنك المركزي، هو الجهة الوحيدة اللي مصرح ليها أن هي تعلن عن الأرقام المالية، لكن أقدر أقول لحضرتك أن النهاردة كان في إقبال كبير جدا على مكاتب البريد، وفاق عدد المكتتبين أكثر من 6500 مكتتب في مواعيد العمل اللي احنا اشتغلنا فيها النهاردة بال 1600 مكتب من 8 صباحا لحد الساعة 6 بعد الظهر. يعني بتقولي ان في كام مكتتب في 6000، كام مكتتب؟ 6500 مكتتب. 6500 مكتتب، وده رقم بالنسبه لكم ايه؟ يعني كم عدد المكتتبين اساسا في البريد؟ لا، ما هو ده عدد المكتتبين في البريد. ما انا بقول لحضرتك يعني احنا طبعا نظرا لوجود يعني هذا الكم اللي اتفتح النهارده لاستقبال العملاء حوالي 1600 مكتب، منهم حوالي 400 مكتب فتحوا لحد الساعه 6 مساء، فده يعتبر يعني اقبال يعني بنصنفه على انه هو جيد جدا. هل الإقبال لو نصنفه في بين المحافظات وبين القاهره مثلا والجيزه، المحافظات اكتر ولا اقل؟ يعني قول لنا التصنيف. لا، المحافظات يعني لو بنتكلم على أكبر محافظات النهاردة كان الحقيقة شرق القاهرة ووسط وشمال، ويجي بعديهم محافظة القليوبية وبعدين الغربية، وبعدين كان عندنا جزء برضو في الصعيد ملاوي كانت عاملة النهاردة يعني رقم كويس. من ملاحظاتكم الأولى، البريد بتبقى الشهادات الأكبر ولا الشهادات الأقل سعراً؟ والله تنوعت، لأن احنا تقدمنا النهاردة بكل الفئات، الفئات اللي هي ب 10 جنيه واللي ب 100 جنيه واللي ب 1000 جنيه. أعتقد وفقا لطبيعة الهيئة القومية للبريد إن هي بتتعامل مع صغار المدخرين،
اعتقد ان هيكون في كم لا باس به اكتتبوا في الشهادات اللي هي ب 10 جنيه و 100 جنيه، لكن لسه الاحصاءات الرسميه لسه ما انتهتش، لان طبعا احنا بنتكلم في 1600 مكتب على مستوى الجمهوريه. فاعتقد ان النهارده او بكره بالصبح بكتير ان شاء الله هيكون عندنا التفاصيل للتصنيف المكتتبين حسب قيمة الشهادات إن شاء الله. هل برضو عندكم تقدير للسن مثلا، السن الأج يعني كتير من طبعا أصحاب المعاشات بيترددوا أكثر على مكاتب البريد، هل السن كان مرتفع ولا ما تقدروش تحصره بشكل جيد؟ كل ده يعني كل دي أصلا دي كلها مسائل إحصائية، فكل دي إحنا لسه بنعملها. لكن أقدر أقول لحضرتك إن في خلال الجولة اللي إحنا عملناها النهاردة في مكاتب البريد تنوعت يعني العملاء، بينهم طبعا كبار السن وأصحاب المعاشات اللي هم طبعا بيدوروا على دخل منتظم ودخل أعلى، يعتبر أعلى دخل موجود النهاردة اللي هو 12% بيصرف كل 3 شهور. في شريحة تانية كانت بتكتتب باسم أطفال قُسر أو أولادها يعني، في يعني من كافة الأطياف الحقيقة كانوا بيكتتبوا النهاردة في الشهادات. ده من ضمن عرفناه في خلال الجولات اللي احنا كنا بنعملها على مكاتب البريد النهاردة. هل لاحظتوا من إن الناس بتسحب من حساباتها في البريد عشان تشتري الشهادات ولا الفلوس جاية من برة؟ والله يعني تنوعت، يعني كان في ناس جايبة جزء من المبالغ وبتسحب الجزء عشان تكمل، وكان في العكس بيسحب الجزء الأكبر من حسابات التوفير أو الحسابات الجارية الموجودة في الهيئة ومعاه جزء مكمل ليه. وفي طبعا ناس يعني قررت أن هي بتغير من أن هي بتسحب إجمالي المبلغ من حسابات التوفير أو الحسابات الجارية اللي ليها في الهيئة القومية للبريد وتكتتب بيها في شهادات قناة السويس. البريد متفق مع طبقا للبنك المركزي مع بنك القاهرة فقط؟ الحقيقة احنا نعتبر يعني ذراع لبنك القاهرة او منافذ، نعتبر منافذ لبنك القاهرة، لان زي ما حضرتك عارفة المرخص ليهم بالاكتتاب هم الاربع بنوك اللي هو بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الاهلي وبنك قناة السويس. احنا في بروتوكول مضيناه مع بنك القاهرة علشان نكون ذراع توزيع بالنسبة لي، فاحنا بنكتتب لصالح بنك القاهرة من خلال مكاتب البريد. وغدا برضو نفس الشيء، انتم فاتحين من مواعيد العمل من كام لكام؟ احنا مواعيد العمل في 1200 مكتب من 8 ل 3، ودي المواعيد الطبيعيه للهيئه القوميه للبريد، وفي حوالي 400 مكتب بيمتد فيهم العمل فتره مسائيه لحد الساعه 6 مساء. كان في لغط في الايام القليله الماضيه حول طابع قناه السويس، والحقيقه ان الطابع ده كتير من اللي شافوه بما فيهم انا طبعا شفنا ان دي مش قناه السويس، ده قناه بنما. فالحقيقة ده كان شيء مزعج بالنسبة لنا جدا، يا ريت يا جماعة يكون معانا الطابع ده على الهواء. هل هذا هو الطابع الرسمي لقناة السويس ولا ده طابع مزيف ولا ده طابع أولي تجريبي ولا إيه بالظبط يا أستاذ أحمد؟ هو طابع أولي تجريبي، والتصميم فعلا كان فيه خطأ وتم تدارك الخطأ ده، وفي لجنة شكلت من قبل القائم بأعمال رئاسة الهيئة بتكليف من وزير الاتصالات لبحث هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات. في تحقيق شامل بيتعمل في الموضوع ده، لكن أحب أطمن حضرتك أنه التدشين الرسمي لهذا الطابع لم يتم بعد، والتدشين الرسمي إن شاء الله للطابع ده هيبقى إن شاء الله يوم الثلاثاء الجاي اللي هو موعد الزيارة المرتقبة لسيد وزير الاتصالات لمحور قناة السويس مع مجموعة من العاملين بالوزارة والهيئة القومية للبريد إن شاء الله. يعني الطابع ده كان تجربة أولى. طب وزي يا فندم تحطوا عليه رسمة قناة بنما أو صورة قناة بنما؟ يعني هو خطأ، لا شك إن هو خطأ طبعا، والحمد لله إن هو تم تداركه في الوقت المناسب، وفي تحقيق يعني موسع زي ما قلت لحضرتك بهذا الخصوص يعني من قبل لجنة شكلت للبحث والتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يخص الإصدار أو الخطأ اللي حصل، الخطأ الفني. لأن طبعا قناة بنما غير قناة السويس، ونحن فخورون بقناة السويس بتاعتنا، قناة بنما قناة محترمة، لكن احنا بصراحة فخورين بقناة السويس وعايزين صورة قناة السويس وليس صورة قناة بنما. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد صلاح نائب رئيس هيئة البريد لقطاع الاستثمار. إذن 6000 مكتتب في 1600 مكتب النهاردة، الأرقام وصلت لتسة طبقا لما قاله لنا
محافظ البنك المركزي وصلت 49.5 مليار جنيه. هل معانا السيد هشام رامز؟ 49.5 مليار جنيه. يعني خلاص يا جماعه ده فاضل، يعني احنا فاضل تقريبا 10 مليار. النهارده في خبر ان السيد نجيب ساويرس قد اكتتب ب 100 مليون جنيه. ناس كتيره جدا اكتتبت في هذا، مش اكتتبت او اشترت، خلينا نقول اشترت شهادات قناة السويس. حمدين صباحي أيضا شرق شهادات. ناس كتيرة يعني معي على هاتف السيد محافظ البنك المركزي السيد هشام رامز. 49.5 يا أستاذ هشام. 49 مليار النهاردة. 9.5 مليار. مساكية يا أستاذ ريت. أول النهاردة 9.5 مليار. ده أكبر رقم بتاعت المصريين. أكبر رقم النهاردة فعلا. ده البنوك كلها. لسه ما دخلناش في البريد. البريد أعداد كبيرة، لكن طبعا المبالغ مش كتيرة. لسه ما جبناش ارقام محدده، لكن هو بالبنوك قفلنا 9.5 مليار. فكده وصلنا ل 49 مليار في 7 ايام. فمتوقع ده شيء فلكي يعني. الحقيقه طبعا حاجه يعني ما حدش توقعها ولا داخليا ولا خارجيا، بس تدي حقيقه فيري جود سيجنال للعالم كله يعني ان مصر قادره ان هي يبقى فيها فلوس المصريين ممكن تستثمر وتعمل شغل كويس يعني. ده احنا كده بنتكلم في عد تنازلي. اذا كان النهارده البنوك فقط 9.5 وما يعني ما نعرفش البريد كمان كام، فده معناه ان احنا خلاص فاضل ارقام قليله جدا. لا، هو البريد مش هيبقى رقم كبير قد ما هو اعداد كبيره جدا في البريد، ودي حاجه كويسه لاعداد كبيره. لكن هو انا متوقع طبعا ان يعني ممكن نقفل خلال بكره او بعده. هل المصريين في الخارج تمكنوا من الاكتتاب او الشراء؟ في مصريين في الخارج اشتروا في الامارات وفي باريس عن طريق بنك مصر وفي لبنان وفي يعني الدول اللي هي ليها فروع، وبرضه اشتروا من فروع البنوك اللي هي ليها فروع هنا في مصر يعني. في مصريين اشتروا فعلا. كده نهائيا اظن ان لا اصدار للشهادات الدولاريه، لان خلاص تقريبا الرقم بيتم يعني استكماله. لا، مفيش شهادات دولاريه. والحقيقه في ناس كتيره باعت دولارات ودخلت اشترت شهادات جوه مصر طبعا، زائد المصريين اللي هم في الخارج. فيعني في دولارات دخلت الجهاز المصرفي بارقام لا تقل عن 2.5 مليار دولار. فلا، حصل يعني حقيقه يعني ده اكبر طلب. لو بصيت في اي اصدار حتى في دول كتيره انك تلمي تقريبا يعني هتبقى منقفل المبلغ ده في حدود بيبا يوازي 8.5 مليار دولار. ده رقم ضخم جدا على اي حته يعني. نسبه الافراد والمؤسسات ونسبه المؤسسات قد ايه يا سياده المحافظ؟ النهارده كانت المؤسسات ابتدت تخش اكتر. النهارده المؤسسات 20% والافراد 80%. متوقع ان بكره هيبقى برضو في مؤسسات اللي هي اتاخرت في انها تاخد القرار، وهيبقى فيه طبعا طلب كبير بكره. احنا ممكن نقفل اي وقت بكره او بعده، اول ما نوصل لعلامه 60 مليار. هتوصل بقى لعلامه ال 60 ولا هتقفل قبلها؟ يعني اصل ده كمان بقى يعني ده رقم ما بنعرفوش في لحظتها يعني. يعني هتفرق معانا مليار او اتنين فوق او تحت، لكن يعني هتبقى طبعا غصب عننا. بس يعني توقعاتي ان احنا على بكره احتمال بعد بكره نكون قفلنا المبلغ ان شاء الله. بس مش هتقفل قبل ال 60. والله بقى يعني تعتمد، يعني يجوز ان انا اقفل قبل 60 لو لقيت ان انا مش عارف اقفل لو جريت مني فوق 60، لكن ان شاء الله نحاول نقفلها في حدود 60 عشان الناس ما يعني على قدر الامكان ما نزعلش الناس يعني. بس اقبال يا لميس ما شفناهوش. لا، مذهل يعني. طب سؤالي بقى، يعني انا النهارده وانا بشتري بس عن طريق احد البنوك، عن طريق السي اي بي مثلا، كله عن طريق بنك القاهره والبنوك وبريد ايضا عن طريق بنك القاهره، ليه بنك واحد فقط اللي بيتم استخدامه يعني هو لا، كل البنك الاهلي فيه 9 بنوك بتشتغل عن طريقه. بنك مصر فيه 9 بنوك بتشتغل عن طريقه، وقناه السويس فيه بعض فيه بنوك بتشتغل عن طريقه. لا، هي فمتوزعه يعني. ضغط جامد جدا. احنا بنعمل كميه عمليات مصرفيه، احنا في 7 ايام عملنا عمليات مصرفيه. انا يعني هبقى طبعا بعد ما اخلص هديكم اعمل بيانات باللي احنا عملناه. اكبر عمليات مصرفيه في تاريخ المصارف في مده اسبوع، ما عملناش بالكميه دي وباعداد الضخمه دي. الحقيقه حاجه ما شفناهاش قبل كده، ما شفناش اقبال على اي كتاب
في مصر بالحجم ده، لكن هي الرساله ان هو الناس داخله عايز تستثمر، وفي حته قوميه جامده جدا عند الناس، والناس رغم الزحام والكلام ده كله الناس مبسوطه. والحقيقه الموظفين في البنوك يعني حقيقه بذلوا مجهود خرافي خرافي الحقيقه. يعني والرساله للعالم بقى، الرساله للعالم هي مهمه. وبرغم الاستمارات الكتيرة الحقيقة، لكن الموضوع سلس يعني بياخد وقت بس سلس، والناس عندها صبر وعندها رغبة في المشاركة بشكل كبير جدا. طبعا طبعا، ورسالة للعالم الخارجي جيدة جدا جدا جدا، وجالي اتصالات من حتت كتير الحقيقة، مذهولين يعني، في اللي هو الدول الصديقة مذهولين بفرحة، واللي يعني نص نص مذهولين بس مش قادرين يقولوا غير ان مصر قادره يعني. طب في خبر بس عايز اتاكد منه من حضرتك، هل مصر ستصدر ادوات دين بالدولار لسداد المديونيه القطريه او السندات القطريه؟ لا، اللي في قطر هنطرح في الميعاد، مش هنصدر سندات مخصوص لهذا الموضوع. احنا ما بنصدرش سندات او نعمل حاجه تمويليه غير لغرض تمويلي المشروع لمشروع معين لو احنا هنعمل. بالنسبه لقطر هنتصحى في ميعادها ان شاء الله، والتدفقات النقديه ان شاء الله تساعدنا ان احنا يعني مش هنعمل اذون خزانه دولاريه. لا، احنا بنعمل اصلا اذون خزانه دولاريه، وعندنا اذون خزانه دولاريه، كنا نزود او ما نزودش لسه ما فيش في دماغنا قرار يعني. لكن هنقدر ندفع في الميعاد ان شاء الله، وهيبقى كل حاجه ان شاء الله هتظبط باذن الله. انا عارفه ان حضرتك اكيد وعدد من المسؤولين حتى ذهبوا الى اجتماعات الربيع او اجتماعات القادمه للفول لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، ايه الرساله اللي هتحملوها يا سياده المحافظ؟ احنا طبعا الرساله واضحه جدا، احنا خدنا خطوات اقتصاديه مهمه جدا، خدنا خطوات جريئه، بنبص للاقتصاد بتاعنا نظرة عملية. الإجراءات اللي اتخذت، الإصلاح الاقتصادي اللي اتخذت دي إجراءات جريئة جدا، هم كلهم الحقيقة رحبوا بهذه الإجراءات وكلوش متوقعينها. ورسالة إن احنا مستمرين في إن احنا نجذب الاستثمارات، وفي أشياء أخرى يعني، موضوع بس مش موضوع المصروفات، موضوع زيادة الإيرادات، مش زيادة الإيرادات عن طريق الضرائب وكده فقط، لا، زيادة الإيرادات عن طريق تشجيع الاستثمار، وبالتالي خلق فرص عمل وتحقيق الاقتصاد، ويبقى فيه نمو الاقتصاد. كل الخطوات اللي اتخذت دي طبعا حاجات إيجابية جدا بالنسبة للمؤسسات الدولية. حاجة طبعا زي شهادة قناة السويس دي حاجة إيجابية جدا بالنسبة لهم، تتكلمي على 8.5 مليار تقريبا دولار في أقل لسه ما كملناش 10 أيام، وقدرنا توريس ذا ماني إن احنا نقدر نجيب المبالغ دي من جوه مصر. نعم. طبعا كل ده حاجات ايجابيه، عوامل ايجابيه، الناس طبعا كلها هتبقى في تفكير ايجابي ناحيه مصر يعني. بشكرك شكرا جزيلا سياده المحافظ، محافظ البنك المركزي السيد هشام رامز، على هذا الاتصال. واذا 49 مليار النهارده، عملنا 9.5 مليار، اعلى يوم 9.5 مليار، يعني خلاص انا اتوقع انه بهذا المعدل بكره بعده بالكتير ده هيكون الاكتتاب انتهى او الشراء انتهى، المبلغ المستهدف 60 مليار جنيه، اللي ما اشتراش يشتري خلاص، الوقت بيخلص، مفتوح في البريد 1600 مكتب بريد، مفتوح في البنوك الاربعه الثلاثه العامه وبنك قناه السويس، يعني الوقت خلاص، احنا في العد التنازلي النهائي، وكفاية انك تكون معاك الشهادة، يعني كفاية يكون معاك الشهادة وبأي قيمة، بقيمة 10 جنيه، بقيمة 100 جنيه، بقيمة 1000 جنيه بمضاعفاتهم، كفاية تكون معاك الشهادة بالوثيقة الممضي عليها من رئيس السيسي، احساسك ان انت ساهمت في شق هذه القناة الجديدة، في مستقبل هذا الوطن. وزي ما انا قلت، عيدية، العيد جاي، عيدية بشهادات بعشرات كده للولاد، يعني ده إحساس جميل جدا. والحقيقة أن مشاعر الناس وهي واقفة مشاعر رائعة رائعة. أنا كنت بقول الاستثمار والـ 12%، بس الحقيقة أن المشاعر أقوى كثيرا من الاستثمار، والمشاعر القومية ومشاعر الوطنية والإحساس بالمشاركة في بناء البلد أقوى كثيرا من الـ 12%. إذن العد التنازلي لاستكمال 60 مليار جنيه، والمصريين مبهرين في جميع الأحوال عندما يقتنعوا ويثقوا في الإدارة ويثقوا أيضا في المشروع.
الحقيقة أنا كان المفروض نتكلم على داعش قبل الحديث عن شهادات قناة السويس، لكن بالأمس مساء يعني في وقت متأخر داعش أطلقت فيديو بشع آخر من فيديوهاتها بنحر الرهينة البريطاني ديفيد هينز، واللي كانت هددت بنحره من قبل. خلينا نشوف أجزاء من هذا الفيديو. طبعا احنا شلنا الجزء اللي فيه القتل والنحر لأنه شيء لا يتوافق، يعني لا يتوافق لا مع الإسلام ولا مع الدين ولا مع الأخلاق ولا مع أي حاجة. نشوف هذا الفيديو وما يقوله القاتل والمقتول. My name is David Cawthorn Haynes. I would like to declare that I hold you, David Cameron, entirely responsible for my execution. You entered voluntarily into a coalition with the United States against the Islamic State, just as your predecessor, Tony Blair, did, following a trend amongst our British prime ministers who can't find the courage to say no to the Americans. Unfortunately, it is we, the British public, that in the end will pay the price for our Parliament's selfish decisions. This British man has to pay the price for your promise, Cameron, to arm the Peshmerga against the Islamic State. Ironically, he has spent a decade of his life serving under the same Royal Air Force that is responsible for delivering those arms. Your evil alliance with America, which continues to strike the Muslims of Iraq and most recently bombed the Haditha Dam, will only accelerate your destruction. And playing the role of the obedient lapdog, Cameron, will only drag you and your people into another bloody and unwinnable war. If you, Cameron, persist in fighting the Islamic State, then you, like your master Obama, will have the blood of your people on your hands. ده ضحية جديدة بتهدد داعش. هو نفس القاتل، نفس الرجل اللي بينطق بلغة إنجليزية بريطانية يعني، وكل الأجهزة المعلومات البريطانية بتبحث عن شخصية هذا الشخص الملثم. هو نفسه اللي قتل الثلاثة السابقين، هو بيهدد دلوقتي بقتل بريطاني جديد. ديفيد هينز الذي قتل بالأمس كان يعمل في مجال المساعدات الإنسانية وكان موجود في سوريا وتم القبض عليه. أول شخص تم قتله كان جيمس فولي، وده كان في 19 أغسطس، وهو صحفي فريلانس أمريكي. بعده تم قتل ستيفن سوتلوف يوم 2 سبتمبر، صحفي أمريكي آخر برضو فريلانس ويعمل مع التايم وكان بيعمل مع الفورين بوليسي وعدد المجلات. والثالث كان ديفيد هينز مساء أمس، هو يعني القتيل الجديد أو الضحية الجديدة ديفيد كاميرون. يعني لم يعني طبعا تحدث عن الإجرام وتحدث أنها جريمة يعني جريمة من جرائم داعش الشريرة كما أطلق عليها، لكنه لم يتعهد بالدخول في ضربات جوية أو المشاركة في ضربات جوية. طبعا في مجموعة من العوامل اللي ربما تدعو إلى ذلك. أولا البرلمان البريطاني، مجلس الأمم البريطاني، كان رفض مشاركة بريطانيا في ضرب سوريا عندما طلب الرئيس الأمريكي أوباما ذلك. أيضا هم عندهم استفتاء على استقلال اسكتلندا خلال أيام قليلة، وبالتالي هناك قلق من أي تصرف ممكن أن هو يؤدي إلى أنه من المؤيدي للاستقلال يكونوا أكثر من معارضي. وبالتالي يعني كانت تصريحاته معظمها تصريحات ترفض الإرهاب، تصريحات تتحدث عن الثأر، تتحدث عن أن احنا سنكتذ آيزس أو داعش من جذورها، ولكنه لم يتحدث بالدقة أو بتفصيل أكثر عن ما ستفعله بريطانيا في هذا التحالف، وما إذا كانت ستشارك في الضربات الجوية ضد داعش كما تطالب الولايات المتحدة بذلك. خلونا نخرج فاصل. إذن هذه جريمة أخرى من جرائم داعش. موقف المصري واضح، الإرهاب لا يجزأ،
هذا إرهاب موجود منزعج منه الغرب جدا، ولدينا إرهابنا، ولدينا الإرهاب في بيت المقدس والإخوان وكل الجماعات المتطرفة التي جميعها ينطلق من رحم واحد وهو رحم جماعة الإخوان المسلمين. يعني جماعة الإخوان والقاعدة كل ده، كل ده رحم واحد. أيمن الظواهري، بن لادن، جميعهم خرجوا من رحم جماعة الإخوان المسلمين. كل هؤلاء يخرجون من رحم واحد، والإرهاب لا يتجزأ، ومواجهة الإرهاب لا تتجزأ. وهو ده اللي قاله رئيس سيسي بالأمس لجون كاري، وهو ده اللي قاله سامح شكري في اجتماع جدة. الإرهاب لا يتجزأ ومواجهة الإرهاب لا تتجزأ. ما تجيش تكلمني عن إرهاب داعش في سوريا والعراق وانت بتغض الطرف عن الإرهاب اللي احنا بنواجهه هنا في مصر، وبتغض الطرف عن الإرهاب اللي بيحصل في ليبيا. لا يمكن. مواجهة الإرهاب جزء واحد. إذا كنا نريد أن ندعم الدول التي تواجه الإرهاب، فالدعم يجب أن يوجه لمصر ويوجه لليبيا ويوجه للعراق، ومش بس يوجه للدول التي بها أجانب يقتلون، ولكن أيضا للدول التي يقتل مواطنوها وتواجه الإرهاب، ومصر كانت في مقدمة هذه الدول. فاصل نرجع.